طلعنا ايد وحدي وطلعنا قلب واحد وبلد واحد. اليوم راح بيرحة راحت الشام، واللي قبله راحت حمص، وهلا بدها تروح حلب، وبكره رايحه على ادلب. واقسم بالله نوصل الطيران على عنا، لا يخلي علماني ولا اسلامي، بده يشيلنا الاخضر على اليابس. انا وقت اللي عم بطلع على معليش انا اموت، بس اولادي يتموا عايشين ونربى بعز وكرامي وندوس على الاسد. بس نحن اليوم لهلا بعد 6 سنين لسه هذا مؤيد وهذا معارض، هذا علماني وهذا اسلامي، هذا جيش حر وهذا جيش نصره، هذا جيش فتح وهذا احرار. لايمن لك، لايمن يا قاضي لايمن، نحن ايش ذنبنا؟ لك ايش ذنبنا؟ ذنبنا بس لانه نحن طلعنا بال 2011 كرمال الكرامي، بس لانه نهانوا اهلنا واولادنا بدرعا، هذا ذنبنا. والله لو بنعرف هيك ما وصلنا لهون، والله لو بنعرف هيك ما وصلنا لهون، كنا مسكنا البلد في ايدينا. حرام لك، حرام عليكم، حرام. والله المصرات الكفان يا شباب، الكفان ما له جياب، والله الكفن ما له جيب، والله لتحاسبوا. اقسم بالله لتشوفوا بولادكم، لتشوفوا بنسوانكم، لتشوفوا. لك يا شباب ديننا عم ينزل، لك ديننا، ديننا مو بس عرضنا، نحن طلعنا بروحنا وباجسادنا وبروحنا وبدون سلاح، واجهنا دبابي واجهنا روسي. اليوم معنا دبابات ومعنا مدفعي ومعنا فوزليكا ومعنا كورني ومعنا الله، ولسه بيقول لك انا مالي علاقة، انا جبهة، انا احرار، انا فيلق، انا جند. لك ليش؟ لك قلنا اهل، قلنا ايد وحدي، قلنا راي وحدي، قلنا اسلام 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 يا اهل الاسلام، اسلام. لك الناس كلها باعتنا، لك كان معنا بال 2011 138 دولي، لك اليوم تركيا ما عم تسترجي تدفع ثمها. ليش؟ لانه كله همشا، كله معه بده اجنده عم يطبع. لك ليش؟ لك كرمال مين؟ بس اللي كرمالي انا، تعاتلني وخلاص. اذا بتنحل بقتله اقتلني، اذا بتنحل بقتله اقتلوا، بقتل ابني اقتلوا، بس وعف الدم هذا. اليوم بحلب 300,000 شهيد جسسهم بالاراضي، بالاراضي والله ما حدا عم يسترجع بيشيلهم. اليوم اطفالنا عم تموت قدام عيوننا، وبيقول لك انا مالي علاقه، انا فيلق، انا جند، انا جبهه، انا حر، انا مدني، انا بدي الحق شغلي، انا بدي اكل، انا بدي اجيب لعمه عيشه. اليوم المازوت ب 300، لك ايش بدك في مازوتك؟ عند الله ما في مازوت، عند الله ما في مصرات، في حساب عسير، عسير. والله كلكم اقسم بالله مني وجر، مني وجر لنتحاسب. اقسم بالله مصيرنا جهنم وبئس المصير اذا من تم ساكتين على هالدماده. اليوم 400,000 شهيد، انا عم بحكي مع ناس بحلب، اقسم بالله عزل، اقسم بالله عزل، اقسم بالله عزل. والله العظيم عم يدفنهم بجنيني، والله العظيم دفن اولاده بجنيني بداره. يا شباب قال لي انت واحد منكم ما ينخدش ابنه ضفر، ضفره ها ضفر ابنه او ضفر مرته، ما بجن؟ ما بيقوم الدنيا على البلد؟ ليش؟ لانه ابنه قال ما لها قطب يخيطها. اما الخلق بحلب عم تندفن بالجباب وفي بيوتها وبحدايقها، لك وحتى بغرف لو ما عم تندفن. ونحن اشو؟ والله ما لي علاقه، والله ما انا، والله احكي مع الفصيل فلان اذا بيدخلني. لك عمي قومه، لك قومه، لك لايمن، الله اكبر، الله اكبر، الله اكبر. اقسم بالله، اقسم بالله جايين الدور ما وقفنا، اقسم بالله جايين الدور ما وقفنا صف واحد. يوم اللي كنا بال 2011 يصيحوا مؤازره، والله العظيم يفوتوا على الحاجز بالبنبكشين، والله العظيم بالبنبكشين يسعط الحاجز. اليوم نحن معنا دبابات ومعنا مدفعي ومعنا فوزليكا ومعنا كورني، وبيقول لك بدي خطه عسكريه. عمي موجود الخطه، التوحد، الراي الوحدي، القائد الواحد، بس قائد واحد. اليوم 66 فصيل شيعي امبارحه على بقرة انا عنيت، 66 فصيل شيعي يا شباب توحدوا علينا، جعفري ومالكي وكفراني وافغاني كله توحدوا، هني كلهم بيكرهوا بعض اكره من اكثر من كره العمى. اما نحن اسلام وسني بيقول لك انا مالي علاقه، هات ماله علاقه. وين 100 المليار؟ ما بدي مليار، واحد بالالف يطلع، واحد بالالف، واحد بالالف بنمحك فريه والفوعه. لا تقول لي ورقه ضغط، دير بالك هاي اسمها بسمارجحه، اللي من ادلب بيعرف ايش معنات مثل بسمارجحه. بسمارجحه ايمت ما بده يفوت طيران الاسد، بيضربنا وبيضرب اولادنا وبيموتوا اطفالنا في المدارس. اول شغله بدك تعملها، اول شغله بدك تحمي المسلم، بدك تحمي الطفل هذا، هذا مو ذنبه يروح على المدرسه يرجع عشلاء،
ما هو ذنبه، انا ما عليه ذنبي، ذنبي لانه بحكي خليني اموت. اما الخلع ليش لا تموت؟ هذا الطفل ليش لا يموت؟ كرمال مين؟ هذا ما شغلته يتسلح، وهذا ما شغلته يتسلح. انا وانت من السلاح ونطلع في وجهن. بس اللي وين القائد الواحد؟ وينه يطلع معنا؟ اني صار عنده الرمز اسمه حافظ الجحش. اما نحن لهلا ما عندنا رمز، ليش؟ لانه كفر. لك عمي شلون كفر وقائدنا محمد؟ شلون؟ لك لايمد، لك لايمد، لايمد، لك بس حدا يجاوبني، بس نتفرج، بس نسكت، ليش؟ لا تحكي، دير بالك، احنا موضوعنا ما لنا على، احنا معنا اجنده، احنا معنا علم، احنا مع، لك عمي، لك قومه، لك قومه، قومه والله العظيم انعامت علينا ما بيه من ايام، يوم دمشق امبارحة شفتهم انا اقسم بالله، اقسم بالله من سنة ما بكيت انا، امبارحة شفتهم عم يلطموا من حميدي الجامع الاموي، ليش؟ لانه العندال الكلاب هنيك بخافوا من الموت. لك يا واطي يا ندل يا حقير، كرمال دينك ما عمل، كرمال مين؟ كرمال مين؟ كرمال تاخو كامور عمل ابن بشار؟ احنا اليوم بجامع الاموي يا شباب عم يلطموا، وقلت لهم اذا انا تميت من الطيبين ان شاء الله سنة الجاي راح تشوفوا اللطم عاشورة بجامع الاموي، راح تشوفوه. مذكركم اذا انا متت تتذكروا هذا الموقف. اليوم راحت العاصمة الشام وراحت بغداد وراحت صنعاء، مين ضل يا شباب تعرفوه؟ ضل بالميدان حديدان، تعرفوا مينو؟ مو ادلي، لازم نكبر الحلقة، ضل للسعودية، اقسم بالله ابو طه القرمطي اللي قتل 30 مسلم في الكعبة هو نفسه، لانه هن بيعتقدوا بالتقمص، هو نفسه راح يجي علينا. ذبح 30,000 مسلم بالكعبة واخذ حجر الاسود، اخذ حجر الاسود لعنده، اقسم بالله ليفوت يقتل 3 مليون، اقسم بالله صغيركم وابني وابنك قبلي لحتى يموتني، يموتنا 100 موتي، لك قل له لك اقتلني، لك اقتلني، قال لك ما في والله، لحتى خليك تشتهي على الموت، شهوي شهوي والله شهوي. قاعد واحد وراي وحدي، والله العظيم ان ما توحدتوا سني سني يا شباب. اليوم حلب انا بعرف بعز المعركه، وانا فيت علي عز يعني اكثر من 20 مره في التحرير، والله العظيم يا شباب. هلا بيقولوا الخلق انه عم يشد مع اهل حلب، بيقولوا لك انه الحلبي حرامي والحلبي باعوا، لا يا شباب يا شباب، والله العظيم والله العظيم، فيه الناس فيه الناس فيه الناس اشراف مثل هون واحسن، والله العظيم. والدليل انا عندي دليل، انا وقت بحكي بحكي بالدليل، عندهم جبهه داعش وعندهم جبهة الكراد وعندهم جبهة النظام والبي كي كي والبي دي، بس ايش اللي صار؟ وحدوا كلهم علينا، علينا على مربع 30 كيلو، مربع 30 كيلو يا شباب، يا شباب 30 كيلو بحلب، صلوا على بطق النظام 4 سنين، 4 سنين والله العظيم. لو في حرامي مثل ما عم تحكوا انه كلهم حرامي، والله العظيم ما بتطول حلب 48 ساعة، والله العظيم فيها اشراف وفيها رجال وفيها ناس بتخاف الله مثلهم وقتها.